لا بس انا دي بعتبرها مش ممكن قشطه تعدي، دي مش برايفسي قوي لان هي سفريه، انا بتكلم في الحاجات البرايفت اللي هي مثلا حاجه احساس حسيتين بينك وبين نفسك، احساس حسيت حاجه معينه، مش لازم اروح ادلقها في ودن صحابي، انا حره. مشاكلك ما بينك ما بين مثلا البارتنر بتاعك مثلا، يعني مشكله بينك وبين اهلك، مشكله عائليه، ليه تتحكي مشكلتك بينك وبين مديرك مثلا. دي انا بحب. طب انا عايزه اسالكم سؤال وعارفه اجابه بوب. كم مره قررت ان انت تقفل الاكونت بتاعك على السوشيال ميديا وعايز يبقى عندك البرايفسي بتاعك؟ مره في 2018 وعملت كده، ومره الاسبوع اللي فات وبعمل كده دلوقتي، بقفل حاجتي كلها. انا فضلت سنه طول حملي وانا حامل كنت حاسه ان هي حاجه برايفت قوي، ومش حسد ولا بقى خايفه من الحسد لان مصر كلها بتخلف، يعني الانجاز اللي انا عملته يعني. بس حسيت ان هي حاجه برايفت قوي قوي قوي، وان انا مش عايزه انزل صور واقول لان دي حاجه برايفت، او الناس اللي بتقعد تصور ولادها انا بالنسبه لي تمام هم حرين، بس انا بالنسبه لي ده خط احمر. طب بالنسبه لي انا رحت عملت فوتو سيشن للحمل. لا انت على فكره هي ما هو لك هي كبرات يعني بالظبط. طب تعالوا بقى نروح نشوف راي الناس، هل عندهم حته خصوصيه ولا الخصوصيه في ذمه الله؟ تعالوا بينا نشوف ونرجع تاني على طول. حاسس في خصوصيه على حسب الشخص اللي بيستخدم، واللي بيتحكم من اللي يخرج بره واللي يفضل. لا مفيش خصوصيه. مفيش خصوصيه على السوشيال ميديا طبعا. طبعا مفيش خصوصيه على السوشيال ميديا ابدا. لا هو كله على العام يعني. شبابيكوا مفتوحه قدام بعض، مفيش اي خصوصيه. خصوصيه ايه؟ بقت بلوزه والله. يعني تقدر تتكلم في كل حاجه، مفيش خصوصيه. لا عندها مشكله في بيتها بتبتدى تعرضها. لا مفيش. مش كل البرامج بتاعت السوشيال ميديا عليها خصوصيه بشكل كافي. لو حد كتب لي كومنت مش هرد عليه. ما ردش عليه، ارد ليه واخلي قرن عالي بعقله ليه. الكومنتات اللي ما بتعجبنيش تبقى من العيله يعني. فعلى طول يا اما بعمل لهم هايد يا اما بديليت الكومنت اصلا. هعمل ديليت على طول او ابلغ. بخليه ان هي كومنت يعني، ولا زاد ولا نقص. بعمل ريبورت وبتجاهله. بعمل له بلوك. بضطر امسح عادي ما بردش عليه. بعمل ريبورت. لا مش عامله لحد من عيلتي بلوك. لا مش عامل لحد من عيلتي بلوك طبعا. خايف اعمل صراحه عشان ما حدش يجي ورايا يعمل حاجه. ليه عامله بلوك للعيلة طبعا. لا مش عامل لهم يعني، مش حاططهم عندي. في حاجات بكون منزلها حاجه شباب حاجه، بس مش مفضله ان هم يشوفوها يعني. اللي ما بيهم يشوفون عملت لهم بلوك. كتير كتير قوي. بغير صور البروفايل كل شهرين، ممكن اسبوع لو اخدت صوره حلوه. بغير كل فترات يعني مش دايما. اسبوع هو لو انستا بغير كل شهرين، لكن فيسبوك ما بغيرهاش. والله كل ما بصور صوره حلوه بغير بروفايل. والله كل شهرين مره بالظبط. 5 7 شهور. 7 شهور 8 شهور ما احب اغيرها كثير. على حسب الصوره اللي عجباني مثلا بحطها. كل 3 شهور كده. كل شهر احس الصوره تبقى حلوه وبنزلها. الواحد ما يعني ما بيكملش يومه غير لما بيدخل كده على كام اكونت حد ويفضل يتفرج عليهم كده شويه. طبعا لا احيانا بدخل اتفرج يعني. انا بس في الاغلب اللي بيجي لي على الهوم بيج بشوف. لا بكتب بتاع هوم بيج، انا مالي بكونتات ناس. بخش بشوف اكونتات. الاكونت اللي بحسه بيطلع لي كتير ده يعني بدخل بتفرج عليه شويه بدي له بلوك يعني عشان ما يطلعليش تاني. الواحد يغير. لا بكتفي باللي عندي، ما لسه هتفرج وهزود ناس وهم وتقيل. لا هي زي الفل كده. لا ما بخش، مش مهتم باكونتات الناس. اكتر حد يعني بحب اشوف اخباره هو كريستيانو عامه. اهلي اكيد، بس اصدقاء لا مفيش حد. عايز اشوف اخبار الزمالك طبعا، الزمالك متابعه في كله. الكراش طبعا اللي ببقى عايز اعرف اخباره. اصحابي اكتر حاجه بحب اتفرج عليهم. حاجه عن العربيات والكاسيك المصارعه، الاخبار دي يعني بكون دقيق فيها عامه. الرياضه لا، انا اهم حاجه اعرف اخبار اخواتي. جوزي لازم افتش اعرف ايه دنيتك. ممكن مايك تايسون مثلا. الناس اللي بحبهم القريبه مني. الناس القريبه واللي بحبهم اي حد بيبقى مهتم بيها هبقى مهتم بيه. سامعة قالت لك ايه؟ جوزي لازم افتش. لازم انخور. لا لا بعد كده اكتئب لما الاقي حاجه اكتئب انا. في ستات كتير كده. ستات كتير كده. في ستات كتير كده. لا ثانيه واحده، هو مين ستات مش كده؟ مش في كتير كده. بصراحه اعترف انا بنخور ساعات والله، ببقى عندي فضول هموت. انا فضوليه جدا. لا انا بنخور بس بهزر يعني. انا بتكلم على جوزك. على جوزك.
انا بنخر بس بهزار اقول له ايه دي موبايله ده قلت له لا دي وحشه قوي لا مش فاهمه اللي هو افتح صوره الواتساب لواحده مثلا بعد له حاجه لا 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 دي شكلها بلدي قوي لا اكيد مش كده يعني في بوست حد بعته لي عجبني جدا على سيره الموضوع ده قال لك عمر في بدايه علاقتنا كان يبعت لي صوره يقول لي تعالي اوريكي واحده زي القمر ويروح باعت لي صورتي وبعد ما اتجوزنا بقى دلوقتي تعالي اوريكي واحده زي القمر ويبعت لي فعلا واحده زي القمر دي حقيقة عمر اتغير خالص يا عمر مالك يا عمر في كمان حاجه لذيذه جدا الصراحه فيسبوك عملتها في الجروبس طبعا بيبقى ساعات عايزين نفضفض نحكي نقول المشكله عايزين نسمع اراء من شخصيات مختلفه غير اللي حوالينا لان اللي حوالينا ممكن نص يطبل لنا ونص يبقى عنيف معانا وده بيحصل فعملوا في الجروبس حتى جروبس الستات حاجه لطيفه جدا ان انت ممكن ما تظهرش اسمك تكتب مشكلتك بيتكتب جروب ممبر بس مش لينا مش مكتب اسم لينا عشان برايفسي والناس وعرض مشكلتي والناس ترد عليا حلو قوي ممكن استخدمه في الحاجات دي ايه لا اعمل فيسبوك من اول وجديد لا لا دي بس لما انت تكون في جروب معين وعايز تكتب بوست على الجروب ده علشان الناس ترد عليك ربنا يعافينا ده كفايه فده لذيذ قوي الثلاثة أربعة جروبس اللي موجودين على الواتساب دول كفايه لوحدهم لا دول انت بتبقى معروف ان انت ايهاب دي بتبقى عايز تعرف مشكلتك مثلا محدش يعرف اسمك او يعرف ايه انا كفايه جروب البرنامج ده كفايه